مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري وإليكم العناوين. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن قرب الانتهاء من وضع برنامج الإصلاح في التعليم العالي وإجراءات لتطوير الخدمات الجامعية والترفيع في المنح. عودة الهدوء بمدينتي سبل حد وقبلي بعد مواجهات بين الأمن ومحتجين والإبقاء على بعض التعزيزات الأمنية والعسكرية بمحيط مقر الولاية. ترحيب أممي وأمريكي بمناسبة توقيع ورقة المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس بعد سنوات من الانقسام. أهلا بكم من جديد. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس أن بداية ديسمبر المقبل سيكون موعد المؤتمر الوطني لتنفيذ خطة الإصلاح في هذا المجال، وذلك بعد انتهاء العمل تقريبا على برنامج الإصلاح في التعليم العالي. وقدم الوزير عددا من الحلول لتطوير أداء الجامعة التونسية التي سيتم تفعيلها بداية من هذا الموسم الجامعي، إلى جانب تطوير أداء الخدمات الجامعية والترفيع في المنح الجامعية وفتح عدد من المطاعم الجامعية الجديدة. يواصل طلبة المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين إضرابهم عن الدراسة لليوم الخامس على التوالي، مطالبين بفتح المطعم الجامعي المحاذي للمعهد الذي ظل مغلقا منذ انتهاء أشغاله. أكثر من 300 طالب بالمعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين يواصلون اليوم الخامس على التوالي إضرابهم عن الدراسة، مطالبين بالتسريع بفتح المطعم الجامعي الذي تم تدشينه منذ سنة 2015 ولم يدخل بعد حيز الاستغلال. عاملين إضراب تو داخلين في اليوم الخامس، هذا بديناه من نهار الاثنين. عاملين إضراب على الريستورون تاع الجامعة مسكر، تو عنده أكثر من 3 سنين من دش الوزير مشو قاعد يخدم، وفيه ديجا عمال نتاع الحظاير ومنظفين ومدير، فما عباد يعني قاعده تخلص ورستو مسك. نعانوا منها اكثر من 3 سنين، انا جيت عندي 3 سنين هنا، كل يوم كل عام نسمع باش يتحل الرستو باش يتحل الرستو، للتو ما فهمش تحل. قالوا مروا الاشكاليه نتاع ماتريال وكذا، دخلنا للرستو شفنيه ما رفت، كل شيء متوفر كماتريال كذا، قالوا اشكاليه تاع عمل. خويا وظفوا لنا حتى حضار مطالب، معناها يتوفر له معناها ماكلته لهنا، يوكل لهنا، وكيران ترونسبور ما فهم حتى شيء، معناها كيفاش حبوا استقطاب طالب للبلاد هذه. مطعم جامعي انتهت اشغاله منذ سنوات وبتكلفه تقدر باكثر من 2 مليون دينار، ينتظر فقط تعيين عدد من العملاء لازداء خدمات للطلبه. وفي هذا الصدد اكد مدير المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين ان الاشكال في طريق الى الحل. اقتراح معناتها سريع اللي هو توزيع الوجبه البارده هذه روبا فروا في نص النهار. بالنسبه للوزاره مبرمجه اثناء فتح 4 أو 5 مطاعم جامعيه في على الجمهوريه، منهم المطعم الجامعي هذا المحذي اللي نحن، وعلى حتى علم الاجراءات بدت في فتح المطعم هذا، الإجراءات خاصة في نقلة بعض الأعوان العاملين في المؤسسات الجامعية الأخرى للمعهد هذا. ويهدد الطلبة بالتصعيد إذا لم يفتتح المطعم الجامعي في أسرع الأوقات. اعتبر رئيس الحكومة يوسف الشاهد في مقابلة مع إحدى القنوات التلفزية الخاصة أن غرق عدد من المهاجرين التونسيين في حادث اصطدام وحدة عسكرية بقاربهم أثناء اجتيازهم الحدود البحرية خلسة في اتجاه السواحل الإيطالية كارثة وطنية، مضيفا أنه أعطى تعليمات واضحة للتسريع في نتائج الأبحاث وتحديد المسؤوليات، كما أوضح أنه أسدى تعليمات للسلطة الجهوية لمتابعة أوضاع العائلات المنكوبة. وكانت معتمدية سوق لحد من ولاية اللي شهدت مواجهات مع القوات الأمنية احتجاجا على وفاة 2 من شباب المنطقة في هذا الحادث الذي جد على بعد 54 كيلومترا من شواطئ جزيرة قرقنة. وقد عادت الحياة إلى طبيعتها بكل من معتمدية سوق لحد ومدينة قبلي اليوم، حيث تم استئناف الدروس التي تعطلت بصفة مؤقتة عشية أمس بعدد من المؤسسات التعليمية بسوق لحد، وتم الإبقاء على بعض التعزيزات الأمنية والعسكرية محيط مقر الولاية وبجانب مبنى معتمدية سوق لحد، ومتابعة للوضع بهذه المنطقة. معنا مباشرة عبر الهاتف السيد سامي الغابي والي قبلي، كيف يبدو الوضع حاليا؟
مرحبا بك ومرحبا بالسادة المشاهدين. وفي حقيقة الأمر اليوم الوضع معناتها هادئ، الأمر معناتها سير طبيعي لكافة المصالح. هو رجع معناتها شيئا فشيئا، بداية من الساعة الثانية ظهرا من يوم الأمس. هذا بطبيعة الحال كان بمتابعة وتعليمات، سواء كان من رئاستي الحكومة ورئاسة الجمهورية وكذلك من وزارتي الداخلية والدفاع، في ضرورة معناتها بس مقاومة النظام العام، ضرورة الانتشار الأمني والانتشار العسكري لبس الطمأنينة. تعرفوا أنه الشيء ذا اللي صار أمس على مستوى حرق جزء هام من المعتمدية وجزء هام من المسك الوظيفي كان إثر قيام معناتها احتجاج كان سلمي في بداية الأمر وكان معناتها عادي في بداية الأمر، إلا أنه استغلوه معناتها بعض الأطراف، فهمتني ولا، اللي لا تنتمي لأي صلة معناتها بتلك العائلات، وهذا معناتها ما جعلوه معناتها مطية لأجل بث الفوضى. نعم، تداعيات الاعتداءات على بعض المقرات. أي هي أساس جيست على المقر بتاع المعتمدية ومقر المسك الوظيفي لمعتمد المنطقة، والحمد لله تو إلى حد الآن معناتها لباس. إن شاء الله احنا من خلال هذا المنبر، وأنه ندعو ديما معناتها للتادة، ندعو أيضا فهمتني ولا لتغليب صوت الحكمة، لتغليب صوت العقل. هذا بطبيعة الحال يكون بتضافر جهود مختلف الأطراف، ماهوش كان من صلة جهوية أو صلة أمنية أو صلة محلية. هذا يراو يكون عن طريق معناتها أعضاء مجلس نواب الشعب، عن طريق مكونات المجتمع المدني من منظماتها وجمعياتها وأحزابها السياسية، أيضا فهمتني ولا، من طرف ما يعبر عنه بالحكماء وما يعبر عنه بالشخصيات الاعتبارية. هذا هو ما ندعو له. وإحنا اليوم رانا قادمين على مستوى ولاية قبلي في تظاهرات معناتها ثقافية، تظاهرات سياحية، تنتظرنا معناتها عديد معناتها من المحطات المقبلة اللي تكون إن شاء الله بوادر خير لفائدة هذه الولاية، وهذا هو ما نسعو له معناتها الناس الكل. نعم سيدي الكريم، إلى هدفنا نعم. إن شاء الله. بالنسبة للاستحقاقات التنموية بهذه الجهة، فيما تتمثل أبرز مشاغل الأهالي؟ هو بطبيعة الحال هو راو مشكل التنمية، طلب التنمية وطلب التشغيل، هو هذا راو موجود على مستوى معناتها وطني كامل. لكن تعرفوا أنه التنمية هذه راي ما تنجمش تكون كان على مستوى معناتها الاعتمادات المرصودة من قبل معناتها الحكومة، وإنما هذا راو التنمية راو أيضا ثم ممول آخر رئيسي اللي هي معناتها تلك الأفكار وتلك معناتها المبادرات لبعث المشاريع من قبل القطاع الخاص. وهذا راو بطبيعة الحال لما نقوله معناتها بث الأمن وبث الطمأنينة هو من هو ذلك معناتها شعار، وانه فهمتني ولا باش ودفع لاجل الاستثمار. نعم، شكرا جزيلا لك سيد سامي الغابي والي قبلي على كل هذه المعطيات. وننتقل الى شارع الحبيب بورقيبه، حيث تم العثور اليوم على جسم مشبوه باحد المقاهي العموميه بشارع الحبيب بورقيبه بالعاصمه، وقد تحولت فرقه مختصه في تفكيك المتفجرات الى المكان وسط تعزيزات امنيه. وللمزيد من المعطيات معنا ياسر مصباح، الناطق الرسمي باسم وزاره الداخليه. اهلا بك، الى ماذا توصلت التحقيقات الجاريه بخصوص الجسم المشبوه؟ بالفعل هو الجسم المشبوه هذا اللي تم الإبلاغ عليه اليوم الصباح بوجود في مقهى من مقاهي وسط العاصمة، تحولت فرق أمنية تابعة للأمن الوطني، فرق أمنية مختصة وخاصة فرق أمنية مختصة في مجال مكافحة وتفكيك المستجرات، وتعاملت الوحدات الأمنية نتاعنا كالعادة مع هذا الجسم المشبوه بحرفية أمنية عالية، يعني صح الولايات خدموا خدمة كبيرة برشا. ولم يتم العثور، وهذا اللي نحب نأكدوه إلى حد هذه اللحظة، على ما من شأنه أن يمثل أي خطورة على الأمن العام. وما العلم أنه الأبحاث والتحريات متواصلة، وحتى السادة المواطنين اللي شافوا الريبون صباح والحواجز في محيط المقهى هذايا، هو إجراء احتياطي أمني يتم اتخاذه بصورة أوتوماتيكية، وفي كل أنحاء العالم في أي مكان مشبوه، فهمتني، تحسبا أي شيء أي مثل خطورة على الأمن العام. لكن إلى حد الآن أنه نقولوه أنه بعد التثبت من الجسم هذا المشبوه لم يتم العثور على أي شيء يمثل خطورة على الأمن العام. نعم واضح، شكرا لك ياسر مصباح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية على كل هذه المعطيات. انطلق بمرتفعات سرى ورتان بولاية الكاف موسم جمع البطاطا الخامس فصيلة، أو بما يعرف بطاطا المرتفعات، وذلك في إطار المشروع التونسي الألماني للنهوض بهذا المنتوج الذي وقعت برمجته بولايتي الكاف والقصرين وجندوبة. الفلاحون ومشرفو وممولو والمشروع اتفقوا على جدواه ومردوديته العالية. قاع
قدمت وكالة التعاون الألماني خلال هذا اليوم الحقلي تجربة زراعة البطاطا الخامس فصلية أو بطاطا المرتفعات، وهي مشروع تقوم الوكالة بتنفيذه بالشراكة مع عدة أطراف في عدد من مناطق ولايات الكاف وجندوبة والقصرين. هذا اليوم الحقلي مثل مناسبة للوقوف على نتائج هذا المشروع والتعريف بالتقنيات الواجب اتباعها لتحسين مردودية المزارع. اليوم هذا يوم إعلامي حول بطاطا المرتفعات، دونك البطاطا هذه فيها ابتكار وكل خطر ديجا تجي في بيريود في فترة صيفية، معناها من جوان لأكتوبر. الفلاحة فرحانين برشا ومتعاونين برشا، وان بلوس معناها مندفعين برشا مع المشروع هذا خاطر خليتهم يستعملوا البذور الممتازة. هذه التجربة شملت قرابة 40 هكتار من الأراضي الفلاحية بمرتفعات ولاية الكاف، وخاصة بمعتمديات لوكسور والسرس وساقية سيدي يوسف، وأثبتت جدواها رغم الظروف المناخية الصعبة التي مرت بها بلادنا. البطاطا هذه تجي كان في فترة ما فيهاش يعني بطاطا، فيه نقص في البطاطا على النطاق الوطني، فالسعر يكون ديما يعني مرتفع ومجزي للفلاح، بالتالي وقع اعتمادها بسرعة من الفلاحين، ولا تطورت لدرجة كون وصلنا إلى 70 فلاح عام 2020 نعملوا 1000 هكتار. 1000 هكتار تنتج تقريبا بين 20,000 و 30,000 طن، هذه تساوي بين 10 و 15% من الاحتياجات التونسية. مما يخول الفلاح أنه يجني المحصول متاعه في وقت قصير ويبيع المنتوج متاعه بسعر أغلى. هل الموسم الخامس هذا هو مورد جديد للفلاحين الصغار خاصة فلاحي المرتفعات لتحسين دخلهم؟ برشا حوايج ما كناش نعرفوه، منهم تكوين اللي قامت لنا به جي زياد مشكورة، فهمت؟ هذا تكوين، ومنهم الإرشاد الفلاحي ولا مستمر. بطاطا المرتفعات التونسية التي انطلق تجميعها مع بداية الشهر الحالي قد تسهم في تزويد السوق في هذه الفترة التي تشهد نقصا حادا في هذا المنتوج، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وولد تذمرا لدى المستهلك. انطلق اليوم بمدينة الحمامات ملتقى دولي بعنوان تراث مهدد مجالات التدخل العمومي والسياسي للمحافظة عليه في الدول المغاربية. الملتقى الذي يتواصل على مدى يومين يشارك فيه عدة باحثين في مجال المحافظة على التراث من تونس ودول المغرب العربي. تحديات كبرى تواجه التراث المعماري في المنطقة العربية بجميع مظاهره، فمجالات التدخل العمومي والسياسي للمحافظة عليه في الدول المغاربية كانت أبرز النقاط التي طرحت خلال الملتقى الدولي الذي عقد في الغرض بمشاركة خبراء في التراث من تونس ومختلف دول المغرب العربي. التراث يلزمنا نعالجوه ونحلوا الفضاءات هذوما، نجم الباتريموان يعني البنايات اللي هما عند القديمه العتيقه اللي هما عندهم اون امبورطونس، ينجموا نوظفوهم باغ اكزومبل في انشطه ثقافيه. التراث اذا كان ما عندوش مردوديه اقتصاديه راهو مش باش نجموا نحافظوا عليه، وهذا طبعا المؤسسات العموميه والدوله بصفه عامه مش ممكن تقوم بالدور هذا وحدها، وذاك علاش فما قوانين جديدة وإن شاء الله تدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت اللي هو الشراكة بين القطاع العام والخاص. هذا وقد عبر بعض المشاركين على أهمية إعادة صيانة وإحياء تراث بعض الدول العربية التي شهدت دمارا في عدة مناطقها الأثرية. توثيق الدمار وأيضا العمليات الإسعافية في الكثير من المواقع الأثرية والتراثية، نحتاج إلى عمليات إسعافية للمباني المهدمة وبخاصة في مدينة حلب. عملية حفاظ على عناية بالمدن التاريخية، مواسم التحسيس بما تعانيه من مخاطر ومشاكل. وقد دعت جمعية صيانة مدينة تونس إلى ضرورة تعزيز العمل في مجال حفظ التراث في تونس وصيانته. فيه مجهودات كثيرة حصلت في مدينة تونس، من تهذيب سكن اجتماعي إلى ترميم وتوظيف معالم تاريخية
إلى الاعتناء بمشروع مثلا كمشروع السكن الكثيف والغير الصحي اللي يسمى مشروع الوكيل. ويبقى تراث المغرب العربي ركيزة أساسية من ركائز هويتها الثقافية وعنوان اعتزازها بذاتيتها الحضارية في تاريخها وحاضرها، كما يعزز حضورها في الساحة الثقافية العالمية. كما أن التراث العربي ليس معالم وصروح وأثار فحسب، بل هو أيضا موسيقى وأغان وحكايات شعبية ومعارف تقليدية تتوارثها الأمة عبر أجيال وعصور، تعبيرا عن روحها ونبض حياتها وثقافتها. أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن قبول الترشحات للانتخابات التشريعية الجزئية لدائرة ألمانيا ستتم خلال الفترة الممتدة من 16 من أكتوبر 2017 إلى غاية 22 من الشهر نفسه. وأشارت الهيئة في بلاغ ورد على موقع الإلكتروني أن قبول الترشحات سيتم على امتداد هذه الفترة خلال التوقيت الإداري، وذلك بمقر الهيئة الفرعية لدائرة ألمانيا بمقر سفارة الجمهورية التونسية بألمانيا ببرلين. من جهة أخرى، أصدرت الهيئة دليل الترشحات للانتخابات الجزئية بألمانيا ضمنته الإطار القانوني للانتخابات والشروط المتعلقة بالمترشحين. أخبارنا الدولية نبدأها من آخر التطورات في العراق، فقد بدأت القوات العراقية عملية عسكرية جنوب مدينة كركوك، وذلك بعد تصاعد التوتر بين حكومة بغداد وإقليم كردستان جراء تنظيم الإقليم استفتاء حول الانفصال. بدأت القوات الاتحادية العراقية عملية عسكرية لاستعادة مواقعها التي خسرتها بعد أحداث 14 و2000 في محافظة كركوك شمال البلاد، وفق مصدر عسكري. مواقع استولى عليها الأكراد عند هجوم تنظيم داعش الإرهابي على المنطقة آنذاك. المصدر العسكري نفسه أكد أنه لا توجد في الوقت الحالي مقاومة تذكر من جانب المقاتلين الأكراد المتواجدين في المنطقة، وأشار أن فرقة الرد السريع تقدمت في الجانب بالغربي من المدينة في غياب أي مقاتل من البشمركة. وأضاف أن قوات مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي تقدمت بدورها جنوب كركوك ولم يعترضها أي إطلاق نار. في المقابل، أعلنت مصادر كردية استعداد قوات إقليم كردستان الدفاع عن مواقعها. ونقلا عن نائب رئيس إقليم كردستان العراق، تم نشر 10,000 من مقاتلي البشمركة في منطقة كركوك للتصدي لما وصفوه تهديدات محتملة من القوات العراقية. هذه العملية العسكرية تأتي إثر تصاعد التوتر بين حكومة بغداد وإقليم كردستان بعد تنظيم الإقليم استفتاء حول الانفصال سبتمبر الماضي. بدأ الجيش التركي في إنشاء نقاط مراقبة في محافظة إدلب شمال سوريا ضمن اتفاق تخفيف التوتر الذي تواصلت إليه تركيا مع إيران وروسيا الشهر الماضي. وكانت قوات تركية قد دخلت سوريا كجزء من عملية عسكرية أعلن عنها الرئيس رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي، الذي قال إن بلاده لن تتسامح مع وجود ممر للإرهاب على حدودها الجنوبية مع سوريا. وتمركزت القوات التركية في مواقع استراتيجية في إدلب بالقرب من تحالف قوات سوريا الديمقراطية الذي يقود المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي في المحافظة. تتالت ردود الفعل العربية والدولية حول التوقيع على ورقة المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بعد سنوات من الانقسام. التوت كل من حركتي فتح وحماس عقدا من الانقسام الفلسطيني باتفاق أبرم في القاهرة سيمكن الحكومة الشرعية من العمل بشكل طبيعي في قطاع غزة وفق صلاحياتها ووفقا للقانون الأساسي المعمول به في الضفة الغربية. هذا كما نص الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وانتخابات للمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، إضافة إلى إعادة وتوحيد هيكلة الأجهزة الأمنية. كما سيشمل هذا الاتفاق تسليم كل معابر غزة في مدى أقصاها الشهر المقبل، على أن يتسلم الحرس الرئاسي معبر رفح والحدود مع مصر في وقت لاحق يتم ترتيبه مع القاهرة. هذا الاتفاق اعتبره أهالي غزة بداية التخلص من أعباء كثيرة ومعاناة أكثر عاشوها طيلة سنوات الانقسام، إذ احتشدوا بالآلاف في ساحة الجندي المجهول في حي الرمال في وسط غزة رافعين الأعلام الفلسطينية والمصرية هاتفين بشعارات من أجل الوحدة الوطنية.
فيما وصف الاحتلال الإسرائيلي اتفاق المصالحة بالخطر البالغ على أمنهم. هذا كما وضع الاحتلال 4 مطالب لقبول هذا الاتفاق، أولها الالتزام بشروط اللجنة الرباعية الدولية ونزع سلاح حركة حماس ووقف حفر الأنفاق وإنتاج الصواريخ، إضافة إلى الإفراج عن أسرى إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة. منظمة التعاون الإسلامي وصفت هذا الاتفاق بالإنجاز المهم الذي سيسهم في تحقيق تطلعات وطموحات الشعب الفلسطيني وتمكينه من مواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، مجددة دعوتها المجتمع الدولي إلى دعم جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية وتوفير سبل نجاحها. هذا كما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستتابع تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الاتفاق يمكن أن يشكل خطوة مهمة لوصول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اعتبر أن هذا التقدم يتيح للحكومة الفلسطينية أن تتولى مسؤولياتها في غزة، مشيدا بجهود مصر في التوصل إلى هذه الخطوة، ومشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالأزمة الإنسانية في قطاع غزة خصوصا في مجال الكهرباء والخدمات. وفي مصر قتل 6 جنود وأصيب 4 آخرون في هجوم شنته عناصر مسلحة على كمين أمني على الطريق الدائري جنوب العريش. وقالت مصادر أمنية إن المسلحين استهدفوا الكمين بأسلحة آلية بشكل مفاجئ بعد اقترابها من القوات التي ردت على المهاجمين. وأضافت المصادر أن القوات الأمنية المصرية تمكنت من تصفية 3 عناصر مسلحة وإصابة عدد آخر. تأييد فلسطين ومعاداة إسرائيل هي التهمة التي رفعتها الولايات المتحدة في وجه منظمة التربية والثقافة والعلم التابعة للأمم المتحدة يونسكو لتعلن انسحابها للمرة الثانية من المؤسسة الدولية. انسحاب ثنائي، أمريكي أولا ثم إسرائيلي متبع، ومقعدان سيشغلان في منظمة التربية والثقافة والعلوم الأممية يونسكو. وسر وراء ذلك أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة انحرفت عن مسارها وتعادي إسرائيل، كما قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية. وفيما ينكب الأعضاء بمقر المنظمة بباريس على سد شغور أمانة اليونسكو العامة، قالت مديرتها العامة إن الإجراء الأمريكي الإسرائيلي يستهدف التعددية صلبها، مؤكدة أن هذا الانسحاب مؤسف جدا باعتبار حرص اليونسكو على دعم التعليم من أجل السلام وحماية الثقافات التي تتعرض للاعتداء وليس العكس. للدول الأعضاء الحق السيادي في رسم سياساتها الخاصة، ولكن مسؤوليتي كمدير عام للمنظمة تفرض علي في هذه الظروف تبني خطاب جامع يجمع الصف الدولي حول القضايا الإنسانية. الانسحاب الأمريكي من اليونسكو يدخل حيز تنفيذ في 21 من ديسمبر القادم، فيما أكد المتحدث باسم بعثة الولايات المتحدة إليها أنه سيصوت الليلة لاختيار أمين عام جديد. واشنطن التي عارضت دخول فلسطين إلى المنظمة عام 2011 و2000 وعلقت مساهماتها المالية في ميزانيتها منذ ذلك التاريخ، تصر على ترسيخ سياسة تتبناها إدارة الرئيس ترامب تقوم على عدم الإيفاء بالتزاماتها الدولية، كما يؤكده محللون. أكد كبير موظفي البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية تعتبر أن التهديد النووي الكوري الشمالي تحت السيطرة حاليا، وأضاف أن بلاده لن تسمح لبيونغ يانغ بتطوير أسلحة تمكنها من ضرب الولايات المتحدة الأمريكية. وفي ملف نووي آخر، ينتظر أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم استراتيجية جديدة بشأن الاتفاق النووي مع إيران. في أخبار الرياضة، تدور اليوم منافسات الجولة 4 من بطولة الرابطة المحترفة 2 لكرة القدم. ففي المجموعة الأولى يستضيف مستقبل المرسى قواف القفصة، ويباري سيرجرزونا جمعية أريانا، ويلاقي النادي القربي محيط قرقنة، ويباري أمل حمام سوسة اتحاد تطاوين، ويلاقي سكاك الحديد الصفاقسي ضيفه مستقبل القصرين. أما بالمجموعة الثانية فيحل مستقبل سليمان ضيفا على جمعية جربة، وتواجه جندوبة الرياضية الملعب الإفريقي بمنزل البرجيبة، ويباري أولمبيك سيدي بوزيد الملعب الصفاقسي، كما يستقبل نادي حمام لنف الأولمبي الباجي، فيما يواجه هلال الشاب سبورتينج بن عروس.
كما تستأنف انطلاقا من يوم غد السبت الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نشاطها من خلال الجولة السادسة، عندما تستضيف شبيبة القيروان النادي البنزرتي، ويواجه أولمبيك مدنين اتحاد المنستيري، ويباري النادي الصفاقسي الترجي الجرجيسي، ويواجه الملعب الجابسي ضيفه مستقبل جابس في درب الجنوب الشرقي بعد غد الأحد، ويستقبل اتحاد بنجردان الملعب التونسي، فيما تأجل إلى أجل غير مسمى درب العاصمة بين الترجي الرياضي وضيفه النادي الإفريقي ونجم المتلوي والنجم الساحلي. يلاقي المنتخب التونسي نظيره المكسيكي مساء اليوم انطلاقا من 8:15 في ربع نهائي بطولة العالم لكرة القدم المصغرة التي تستضيفها مدينة نابل حتى 15 أكتوبر الجاري، وذلك إثر فوز أمس بركلات الترجيح 4-3 على منتخب كازاخستان في ثمن نهائي المسابقة، إثر انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي على نتيجة التعادل بهدفين لهدفين. وفي خبر ثقافي، سهر عشاق الموسيقى الكلاسيكية مساء أمس بقاعة الفن الرابع مع الأوركسترا السيمفونية التونسية، سهرة تناول موضوعها موسيقى الأفلام التونسية منها والأجنبية. جمهور الموسيقى السيمفونية كان حاضرا بكثافة بقاعة الفن الرابع بتونس العاصمة لمتابعة العرض الخاص بالمعزوفات العالمية، سهرة أمنها الأوركسترا السيمفوني التونسي بعناصره المنتمية لأجيال مختلفة. نستريسي شوية قبل ما ندخل، قبل ما ندخل شخصين، من بعد شخصين تنسى الجمهور. الأفلام التي تم عزف موسيقاها تنتمي إلى حقبات تاريخية متباعدة زمنيا، وتعبر موسيقاها عن مواضيع متعددة تتراوح بين الإيقاعات السريعة واللوحات الموسيقية التي تحمل مضمونا دراميا. ثم تيتانيك اكيد باش تلقى فيه رومانسيه وتلقى فيه الحزن، ثم بيغات دي كارايب سي فور سي سون دي بيرات، دونك ثم البونتي روز، ثم لوغالياردي. عصفور الساحل لفريد بوغدير كان من ضمن الافلام الناطقه باللغه العربيه التي عزفت موسيقاها، فضلا عن فيلم رساله للمخرج مصطفى العقاد. في الاختيار ديما نحاولوا نلقاو طريقه نتاع التسلسل بين المعزوفات اللي نعزفوهم، ما غير ما تكون ثم ستيل واحد يكون ثم تنوع في الانماط الموسيقيه. اختيارات موسيقيه تفاعل معها الجمهور على طيله مده العرض الذي قارب 90 دقيقه. كلها ياسر محلاها. نجاتني في السنين هذوك، في السبعينات الثمانينات. جلاديتور كل هذوما نبدا بكري، حلو ياسر، حتى من بونتير روز نبدا تعمل ترجمة هذا. موسيقى الافلام ياسر حلوة، ياسر من الافلام القدم، الافلام نتاعنا، الافلام جدد، حلوة ياسر. عجبتني نتاع انسبشن، فيلم انسبشن. وقد دأب الأوركسترا السيمفوني التونسي على الالتقاء شهريا بأحباء الموسيقى الكلاسيكية في عروض موسيقية عالمية وتونسية. بأجواء الموسيقى الكلاسيكية نختم النشرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن قرب الانتهاء من وضع برنامج الإصلاح في التعليم العالي وإجراءات لتطوير الخدمات الجامعية والترفيع في المنحة. عودة الهدوء بمدينتي سوق لحد وقبلي بعد مواجهات بين الأمن ومحتجين والإبقاء على بعض التعزيزات الأمنية والعسكرية بمحيط مقر الولاية. ترحيب أممي وأمريكي بتوقيع ورقة المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس بعد سنوات من الانقسام. ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية تونيزيا تيفي. شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.